أجنحة وما عندهم حركة أو قوة على الحركة يتحركوا مع الديفنس ويرجعوا مع الهجوم ويعني غد منصور؟ يا منصور أيوة شنو يا أخي؟ أخي بالك ما تخلي بالك معي هاي هاي يا أخي نفسي معك شفتوا كيف؟ فآخر آخر آخر منتخب يعني أنا عملت له تقسيمة شلت الجناحين برا. شوف الباب يا منصور. الباب دقة. هاي قوم. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. أيوة 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 أيوة. مرحب. ده شنو ده؟ السلام عليكم. لا لا ده شنو؟ السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا اخوي انت جايب جمل السلام عليكم ليش ما يا اخوي كيف انت من وين يا اخينا استاذ مبارك من صيلون خاشب انت من وين انا اسمي عبد الله عبد الله منو اخو بلا اخو بلا بلا من اخوي هذا الشغل دني شغل دني انا اساسا بلا اخوي قال لي مجرد ما تنزل الخرطوم تجي بيت ناس كيمو كيمو وينو فيكم اخوي بيجي ذاك جنبك يا كيف والله هذاك تقرا جرايد ما بشوف تلفزيون ما بتدخل نت ما بتطلع فيسبوك شنو حكايتك يا اخي بلعب سكج بكج ما بتعرف كيمو كيمو طاقته كشف يا زول الشغل ده ليش نو قال اخو بلا معقول بلا دمنو بلا معاكم يا اخي احنا معنا دول اسمه بلا يا اخي قول شغال بلا طويلة ايوه ايوه بلا ما هو قال ماشي البلا لكن زوز ده زوجة كيف دقيقة نتأكد من المعلومة دي ما ممكن الزول قال فوف وخد ده شنو الجواب ده خليه دمه حاجاته طيب بلا ايوه في جلس الو ايوه بلا عين انت عندك اخوك اسمه عبد الله ايوه اسمه قال عبد الله اي قال اخوك قال اخوك اها اي لا مش لعمة كده وانت مرسل لنا شنو بالليل ده عيان عنده شنو مرض نفسي لا اخوك قال ما مرض نفسي ما نفسي عنده شنو؟ حمار نوم لا يا اخي لا حمار نوم ما عادي انا ذاتي عندي ود عمتي عنده حمار نوم حمار شنو؟ قلت كيف؟ بيحوم بالليل لا ما هو عايز حمار نوم بيحوم بالليل بيقوم يعني بيشيل اي حاجه بيضربها يا بلك يا دب الراحه انت هسي بيضرب ولا بيعمل شنو؟ اي حاجه ميريك يا فندق بتوقع بها زول دقيقة أبو قال لها المعلومة صح لأنه زولك ذاته حسي ما طبيعي جا قاعد كده قام فز واللي بتخلع دقيقة يا أخي بلاتنا قرم مضام منه يا أخي جاب لنا زولك قرامة دينا لشوط والدكتور مقابلته بكرة يعني طيب بيمشي بيت مع الدكتور في العيادة بالليل ما تشتغل أوكي خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله خلع ما يبيت معانا بتخلع ما يبيت معانا حل واحد بس يعني النوم بالتناوب كيف يعني ينوم واحد واثنين احرسوا يعني مثلا انا انوم انتوا الاثنين تحرسوا اربع ساعات انوم انا وانتوا تحرسوا اربع ساعات ايوه ننوم كلنا اهي ايوه مالك يا اخي كيف موعدك جات موعدك جات يا اخي انت لسه معذب موعدك كم لا ما موعدك كم نايم 6 ساعات ليش مو لا امسك يا اخي انت كيف تحرسنا هاي ولسه نايم هاي نايم الصبر هذا ليش كل ساعتين بس لا عليك الله خذ راحتك في الحرسنا حرسنا كويس بس
دي فرصة، فرصة يا كيمو جاتك من السماء. الزول ده جاي عشان يطفش لي الجماعة ديل. أنا أمشي أنوم الناس عمتي ولحد الصباح بيكون فضلي البيت، أجي راجع ألقى البيت فاضي. بلا ده لما مش قال لنا انا بتصرف هاي بكون رسل لنا اخو ده عشان يهرش عمك كيمو ده يمرق يخلي لنا البيت، هو عارف انه كيمو ده بالليل طوال معذبنا هاي يمرق يخلي لنا احنا ناخذ راحتنا. الله يبلى ده يا جماعه، الله يبلى ده يا حركات كيف. يا سلام يا اخ والله انت نوم نوم العوافي نوم يا اخ نوم يا اخ. الله الحمد لله عمك كيمو ده فقفقت لنا كان حيضرينا تمرين والله خلعنا في الليل. اي والله قال لي قال بيقوم بيضرب ما بضرب ولا اي حاجه، ارجو 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 ناخذ نومتنا سبعه ما بقوم ده. يا سلام يا اخ يا سلام. Hello.